هذا وقد ترأس الدكتور أندري زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر احتفالات الطائفة الإنجيلية برأس السنة الجديدة 2024 في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وهنأ رئيس الطائفة الإنجيلية جميع الحضور بمناسبة عيد الميلاد المجيد متمنيا لمصر والعالم الفرح والسلام. نشكر الله من أجل سلامة بلادنا والسلام والأمن اللي موجود فيها. السيد المسيح له المجد لما كان طفلا جاء لاجئا الى مصر واحتمى بها ارض الامن والامان. فاحنا بنشكر الله لما بنبص في كل المناطق اللي حوالينا، حرب في كل مكان على حدودنا الجنوبيه وعلى حدودنا الشرقيه على حدودنا الغربيه، وتستمر مصر بلد امن بقيادتها وبشعبها الطيب المحب للسلام. بنصلي ان السلام يعم بلادنا، بنصلي ان السلام يعم منطقتنا العربيه، بنصلي ان السلام يعم العالم كله. كل سنه وحضراتكم طيبين. المسيح لما اتولد اتولد عشان يكون في سلام، سلام لكل العالم، واذا كان من سنين طويله اتولد عشان يكون موجود السلام، فالنهارده رسالتنا احنا الكنيسه جسد المسيح ان نكون بننقل السلام ده للعالم، نكون احنا صناع السلام في قلب العالم. العالم كله بيدور على السلام، وكلنا بنشوف انه محاولات ومبادرات كتيرة ان يكون في سلام في الوطن وفي سلام في بلدنا في سلام في العالم. فاحنا النهاردة متجمعين وبنتحد ككنيسة علشان نرفع صلاتنا ونقول انه يسوع هو مصدر سلامنا. انا السنة الجديدة يعني بتمنى ان العالم يكون في سلام اكتر، لان السنة اللي فاتت كان فيها حروب كتير، كان فيها مشاكل كتير، لكن انا بتمنى ان السنة الجديدة يكون سلام، يكون في فرح، يكون في حب وسط الناس.